يا بابا اتأخرت كده ليه؟ انا كنت قلقان عليك قوي. الحمد لله الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. الف شكر. ما انا كمان يا ابني كنت هتورط حته ورطه. اوعى يكون حد ضحك عليك وخدك حته بطاله كده ولا كده. الله يجازي شطانك كمان يا ابني. قول لي انت عامل ايه في مذاكرتك اليومين دول؟ والله يا عبده كويس شغال ماشي يعني. طيب بدل ما مزاجك حلو كده ورايق، انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم قوي قوي يا كمال يا ابني. قول يا حبيبي. هو اصلي في الحقيقه يعني نويت وهتوكل على الله وهخطب بنت كويسه من اسره محترمه جدا. نعم. ايه في ايه؟ ما كنا كويسين. بقى حضرتك عايز تتجوز وشويه شويه تخلفوا عيال وقاع يا عبد الصمد ونخرب بيتك طول ما مخروب. لا ده مش جواز ده خطوبه بس. خطوبه ايه واندلت ايه؟ خطوبه ايه؟ انت مش عارف انا كنت فين دلوقتي. ما انا هشرح لك كل حاجه. ما تفتحش بقك ما تفتحش. انت عايز تجنني؟ خلاص يا عبد خلاص. انت جننتني خلاص انت جننتني. صحتك يا عبد ومش كده. تمام خزنتي يا حضرتك مش محضر. بس انت اللي غلطان. انت جيت بالليل وحطيت نفسك في موضع شبهات. معلش بقى اللي حصل حصل. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ ايوه. ما الاقيش معاك 10 جنيه سلف لاول الشهر. خمسه في ينفعوا؟ ما يقولوش لا. وانا رايح لوكيل النيابه افهمه ان الخزنه كمان. طيب. شارع صمد يا فندم. معقوله اللي بيحصل لك ده؟ تبقى محضر قد الدنيا وتدور تستلف. تعرف تخرس انت. انا لسه نوره يا دكتوره. اهلي انا؟ مش فاكراني؟ انا خميس. اه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الحقيقه نوره من ساعه ما شفتك وانت بسمتك مش غايبه عني، مش قادر انسى ايدك ورسمتها. ايه يا استاذ اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ ده ملخص لاحاسيسي ناحيتك. ايه اللي جابك هنا؟ وايه الهباب اللي بتهببه ده؟ انا لسه هببت حاجه. عن اذنك. انت ليه الادب؟ ايه ده؟ شايفك عبيط. لا ليك لا في الطوره ولا في الطحين. والبنت معاها فلوس قد كده، ما انتش قادر تهفهم، هفهم انا. انت بني ادم اصولي، انا ما يهمنيش الحاجات دي. انا يهمني شخصها بس. طب ما تروح تخطبها. ابويا ما رضاش ولا بقى غم. وايه اللي هيعرفه انت تخطبها دكاكيني، ولما تتخرج بقى قول له. ولو ابوها سالني فين ابوك؟ فين اهلك؟ اقول له ايه؟ يا بادب البنت شرياك، وما دام البنت شرياك كل ده مش مهم، هتقدر تأثر عليها وعلى ابوها وعلى امها وعلى الجن الازرق. سيب لي انا اخطط لك. اتفضل ادخل. تشكر يا ابني. السلام عليكم. عليكم. في اعلان قضيه يا معلم، اتفضل استلمه. استنى بس ما تاخدنيش على مشامي ولا الشرده. نعم يا معلمي. فتح مخك مع عمك. عينيا يا معلمي. شو بقى حاضر انت؟ ما لقيتنيش. ما لقيتكش ازاي؟ ما انا بتكلم مع حضرتك اهو. والدول علشانك. أنا مش بتاع الحاجات دي. وفر عليك فلوسك. هتستلم الإعلان ولا أقول امتنع؟ أما راجل غريب صحيح. أنت مش عارف أنا مين؟ أكبر جزار في مصر وأغنى الأغنياء. أنا مالي؟ أنا معايا ورق لازم أسدده. خد. قول لي هاني بيه خميس بيه. اتفضل. موجود. يا عم احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يا بني ادم لازم تلبس وتتهيئ عشان تقابل راجل حماك. دول ناس اكابر هتروح لهم هنا. قالت انت كمان هو راجل بلبسه؟ احسن تسكت اسكت اسكت خليني اتصرف. خميس؟ اهلا وسهلا. اهلا يا خميس. طبعا الدكتور كمال صاحبي عارف. اهلا وسهلا. احنا عايزين بدله وجزمه وشراب واخر انتاك الكمال عشان في موضوع عائلي كده. اغسل لك سيفك. قوي قوي يا خميس. اتفضل. اتفضل. اتفضل معايا. اتفضل. لاقي اللي انت عاوزه. ايه رايك في البدله دي؟ اه. زي بعض. زي بعض بقى كويس؟ ايوه بس هي بتطلع عليك قصيره شويه. لا ما انا يعني حددل نفسي فيها حتى الواحد يبقى شكله طعم وهو ماشي مدلدل كده. يلا يا جدع اسحب له جزمه. اه قوي قوي قوي. 41.
مش فيلا حلاوه بيل عنتبلي؟ ايوه. نقول له مين؟ لا هو الحقيقه ما يعرفنيش. قول له كمال. حاضر اتفضل. هقول للمعلم. معلم ايه؟ بقول لك عايز ساعات البيت. اهلا وسهلا. حضرتك عايزنا؟ لا ما نستناش. انا عايز حلاوه بيل عنتبلي. ما هو احنا ابن حلاوه بيل عنتبلي. مش هنا نمرة ستة؟ اه. سيادتك حلاوة بيل عنتبلي؟ قلت لك اه. احلف لك بالطلاق. طلاق؟ لا يا فندم صادق صادق. لا مؤاخذة حضرتك عندك بنت اسمها نورة. انت تعرف نورة؟ لا. ايوه ايوه يا فندم. انا زميلها في كلية الزراعة. كلية الزراعة؟ في كلية زراعة ايه بس؟ كلية ال ايه؟ كلية ال كلية الطب يا فندم. احنا في كلية الطب مع بعض. هي كلية الطب. اه. اهلا وسهلا. خير؟ خير، اللهم اجعله خير. هو في الحقيقة أنا يشرفني يا عمي إني أتأنس وأطلب إيد بنت ساعتك. عايز تتجوز نورة؟ لا. أنا عايز أخطبها بس يا فندم، وبعدين يبقى الجواز ضمناً بعد كده في المستقبل. آه. أنت قلت لي بتشتغل إيه؟ في كلية الطب. عميد، مدير، أستاذ؟ لا يا عمي أقل شوية. أنا زي ما تقول كده زميلها. آه، تلميذ يعني؟ تقريباً. وأهلك ما جوش معاك يخطبوها ليه؟ لازم والدك مجهول. جداً. صاحب أملاك؟ نعم. يعني عندك أراضي، مصانع، عمارات؟ لا يا عم، احنا بتوع القانون 83. أنا والدي موظف. موظف؟ بيشتغل إيه؟ محضر. أنت سمعت على حلاوة العنتابلي؟ حلاوة العنتابلي مين يا فندم؟ إحنا. لا ما باخدش بالي. لا مؤاخذة أصلي ما بقعدش على قهوة يعني. طب اخويا احب اعرفك بقى بحلاوه بيه العنتبلي. احنا ولا فخر، مليونجي، عم جزرين، ملك اللحمه. عارف هي ايه اللحمه؟ اعرفها طشاش الحقيقه يعني. اخر مره كان يوم 4 يوم 6 مش فاكر بالظبط. بطل استعباط يا علي. الله، جرى ايه يا عمي؟ حضرتك طماع وهونطاجي وجاي تحرجم على القرشينات. لا روح والدك. لا ده يا عم انت مش واخد بالك، ده انا بينتظرني مستقبل باهر. باهر بكام؟ انت عارف اقل صبي عندي بياخد كام في الجمعه؟ 45 جنيه، يعني 180 جنيه في الشهر، ده غير اللحمه. بس يعني امشي اطلع بره. مش كده يا معلم. بره. بره فين يا معلم؟ بره. اوعى تمد ايدك يا حاج تابلي. ومش عايز اشوف خلقتك هنا نهائي. ولا انا عن تابلي. يلا بدك تتبحر. يا بابا كلها كام سنه ويبقى دكتور وليه مركزه؟ الكلام ده كان زمان وجبر، دلوقتي قرشك هو مركزك. الظاهر الواد ده جاي وحاطط عينه على القرشينات، عايز يلهفهم. قرشينات ايه بس يا بابا؟ ده شاب كويس جدا. يعني اتكلمتوا مع بعض ومتفقين يا بابا؟ ما هو ومش بعيد تكونوا بتحبوا بعض ويكون وكلك اسطوانتين عشان يلبش افكارك. يا بابا اسمع. اسمعي، أنا دخلت كلية الطب عشان يقولوا حاجة واحدة بس، بنتك الدكتورة راحت، بنتك الدكتورة جت، إنما الظاهر أنا كنت غلطان. يا بابا ما حصلش حاجة لكل ده.
حصل ولا ما حصلش خلاص فينيتو. من بكره مش هتروح الكليه وانسى الدكتوره دي نهائي. عليا النعمه الدنيا اتقلبت بقى الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمه جملي؟ بالك يا خميس بالك النهارده الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش نبى يا جماعه مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمه امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشه كنت اجوزها لك وهي الكسبانه. طب بس بقى لا اديك مفك في خلقتك. حلوه 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 طالعه من بقك زي الشهد. الله الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل والنبي لا توصل. روق الاناني امال يا دكتور روق وتوصف اياته حاجه والنبي انت حيل. ادخل يا فالح ما ناخدش من وراه غير قلة الراحة. كل سنة وانت طيب. قصدي بعود الأيام. بعود الأيام سنة عندك. حضرتك شارب؟ شارب ازاي؟ أنا كويس أهو ده بس بيتهيألك يا عبده. بيتهيألي وبتستعملني كمان يا كلب. ايه ده يا عبده؟ يا عالم ايه الغلط ده طيب؟ يا هو يا خل تعالوا شوفوا يا فندم جاني سكران. ايه ده يا عبده ما صاحش الدنيا نهار الدنيا ليل والناس بتاكل الناس نايمه وكمان ما انتش قادر تصمد طولك يا خبر يا عالم يا هو يا خل تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها. التلميذ اللي انا بنزف عليه ده لما قلبي جاني سكران سكران. يا بابا ما صحش نخش شقتنا ونتعتب جوه. انت قمت تعتب العتبه دي تاني؟ انت بس يا عبد الصمد افندي وسبح رباح. لا يمكن ينهار ده لا يمكن ياكل لقمتي. يا عم يعني لقمه القاضي يا خي كده. طب امشي اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان الظاهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا يا عبد الصمد افندي. اجي فين عاوز باصي العيله ترنهم بايظين. اتفضل يا ابني تعالى بات عندي. انا همشي انا همشي خالص انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا وكمان خد امسك. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسه فرفاشه قلبت ب 15 غنم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقول لك ايه يا خميس؟ اخبار الصوره معاك ايه؟ وبعدين؟ الله زعلان ليه؟ انت هتنسى الصوره؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك ابوك الكونت ديمونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه. اشمعنى انا يعني؟ شوف طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب. قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمعه ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح. تلاقي بيخبط ابوك. ابويا؟ اه. تلاقيه بحث واستقصى وعارف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع انا هاتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه ايوه يا عم عبد الصمد. اهلا يا عم عبد الصمد. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. الدلع عندي؟ ليه يا اخويا؟ دي موضوع كبير قوي خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي ظبطوه مع مرات عويس فجماعه عويس قتلت عم. وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثه كمان اني اولهم. طب عمي وفلات اني ذنبي ايه يعني؟ لا على المهم انت جرش معانا هنا هتفتحها ملجا يا خميس. السلام عليكم. خد ايه؟ ايه ده؟ هتروح الكليه كحيتي؟ افرض عاوز سندوتش كوبايه شاي. هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي اربع ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني خد مش عايز. خد يا جدع خد خليني اروح الكليه اطلع لي برشين من هنا ولا من هنا اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان سي كمان. انا فاطمه الدادة اللي في بيت التنوره وبحت انا عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه؟ والنبي لا تيجي لحظه تجري لها حاجه. طب وابوها؟ احنا عاملين حسابنا على كده. كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان بس ما تعرطيش. كل حاجه وليها حل ان شاء الله. يا رب يا كمان يا رب. فاطمه يا فاطمه. يا خبر اسود ونيل. بابا مين؟ بابا
بابا ندى كذبح ما اروح فين؟ طيب بس هو يوم منيل من اوله، يوم منيل من اوله. فاطمه يا حوي الدنا بسرعه يا فاطمه. ايه بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل امان هياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في القرار. انطع يا كلب. بلاش يا حبيبي، انا عهدي بيه رجل المعرور. انا هقتلك، انا هذبحك. اجي فين؟ تعالى هنا. وعدوه كهبل ولا ايه؟ رايح فين يا فاطمه؟ خربش الباب كويس. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس هقول لك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش وتدور. عتبلي عتبلي انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. يا بابا سيبه سيبه. لازم اخلص عليه، لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوارتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايزنا نلطم؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه؟ هندور عليه في ايه؟ هل ابن خبط على البيوت وما حدش شاف يا جدع؟ بقول لك جعان جعان اهو، ما لقيناهوش نروح للواد هان نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد يطص وشه بشويه ميه. ترمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقصه دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. يوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. انا اصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين بيبقوا قلع عن ايام، بيدوني فلوس بالقطار. انما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين باخد فلوس بالكوب. اصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع انت بالقبيه. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عقدنا على امك وابوك يا رب. اهلا يا ساندي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطه. صاحبك؟ اه كمال، صديق جديد. معاكم في الجامعه؟ هو لحد امبارح كنت في كليه الطب. ابويا بقى حب يصح اخلاقي فطردني من البيت. فبدل ما اروح الكليه اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحده من عيله في 60 نيله زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش، امسحيها فيا انا ست ساندي. حاكم البيل لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بغمه. الله، مش بقول الحقيقه؟ ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشط. طب خليها تغسل وشها كده هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. متشكرين قوي يا اخوانا، سلام عليكم.